زي ما قلت انه الشباب اللي معايا النهارده قرروا انهم ما يبقوش بس بيدوروا ازاي هم يعني يحققوا لنفسهم مكان افضل في سوق العمل، انما كمان كانوا بيساعدوا زمايلهم ازاي يحققوا هذا المكان، وازاي يعرفوا يوصلوا لسوق العمل اصلا. لانه احيانا كتير بيبقى اللي بندرسه في الكليات حاجه ونيجي في سوق العمل نلاقي موضوع مختلف تماما. فهم بيحاولوا يعملوا المعادلة اللي بين الحاجتين دول. الشباب اللي معايا عمرو عاطف، رابعة كهربا باور، كلية هندسة جامعة عين شمس، أهلا بيك معانا عمرو. ومعانا آية حسام الدين، طالبة في إعدادي كلية الهندسة، أهلا بيكي. ومعانا أحمد مصطفى برضو ثالثة كهربا باور، أهلا بيكي أحمد. ونادين عصام كلية التجارة، انت بس الوحيده اللي مختلفه عنهم كلهم هندسه، انت الوحيده اللي تجاره. اهلا بيكي نادين. طيب احمد او اسف عمرو، عايز اسالك انتوا، انا كنت فاكراكم خريجين بس بعد كده عرفت ان انتوا طلبه لسه، بس انت في سنه رابعه يعني خلاص ان شاء الله قدامك شهور وتبقى تتخرج. عايز اسالك اولا انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ ايه الفكره اللي عندكم؟ وازاي وصلتوا لها؟ يعني ازاي خطر لكم انكم تعملوا حاجه زي كده؟ قولي الفكره الاول خلينا ناخدها. كفكره احنا بدانا ان احنا عايزين نوفق ما بين الطلبه وسوق العمل. فاللي هو احنا بنتعلم زي ما حضرتك قلتي تعليم اكاديمي، مبقاش ليه علاقه قوي باللي احنا بنعمله في الكليه بره الشغل قصدي. فاحنا بنحاول ان احنا نوفق ده ازاي؟ عن طريق احنا بننزل تو ايفنتس، تمام؟ اول ايفنت اكسبو ده عباره ان احنا بنحاول نتعاقد مع بعض الشركات بره ومصانع ونحاول نخليها تاخد طلبه وتدربهم فيعرفوا سوق العمل عامل ازاي بالظبط. يبقى عارف هو طالع بيعمل ايه، وبينزل بالظبط ياخد شهرين تدريب من شهر 11 اللي هو ده ان شاء الله، بينزلوا تدريب ويبداوا يتعلموا يعملوا ايه اصلا، وينزلوا المصنع وكده ويقدموا. شهر 11 اللي احنا فيه ان شاء الله احنا بدانا ان شاء الله، هنبدا الاسبوع الجاي ان شاء الله. هيبداوا معانا يقدموا على الشركات اللي احنا معانا نزلنا من بيها، وبعد كده بينزلوا المصنع او الشركه بيتدربوا فيها كانهم في مصر كانهم شغالين شهرين، بيشوفوا سوق العمل بالظبط عامل ازاي والشركه عامله ازاي بالظبط. تاني ايفنت اللي هو ورك شوبس، اللي هو نون تكنيكال، بنشتغل على الاجزاء النون تكنيكال زي مثلا الهيومن ريسورسز، الشخصيه نفسها تشتغل ازاي، بروجكت مانجمنت، ازاي تقدر تدير مشروع، ازاي تبني لو عندك ستارت اب او فكره ازاي تقدر تحققها، وازاي تظبط التايم مانجمنت وكده. فاحنا بنحاول دايما ماسكين جزء التكنيكال عن طريق اكسبو، والنون تكنيكال بتاعنا عن طريق البروجكتس اللي احنا ننزل بيها اللي هي المشاريع ورك شوبس. يعني انتوا بتساعدوا الشباب انه يعرف سوق العمل بشكل عملي عن طريق انكم بتعملوا ورش عمل، وعن طريق التدريب مع شركات ومصانع موجوده اوريدي، صح كده؟ انا فهمت الكلام ده صح؟ طيب الفكره جت ازاي؟ يعني وايه اللي حمسك؟ انت لسه في اعدادي ايه؟ لسه في اعدادي صح؟ يعني ده انت لسه قدامك سنين طويله صعبه في كليه الهندسه. ايه اللي حمسك تدخلي او تشاركي في حاجه زي كده؟ وانا في الاول خالص يعني قبل ما ابتدي حتى الكليه وكده كنت بدور على ستودنت اكتيفيتيز في الجامعه تكون فكرتها مناسبه مع يعني مناسبه طلابيه. ايوه بالظبط، فهي تكون ان هي مفيده يعني، وحاسه ان احنا بنعمل حاجه يعني. طبعا كل الانشطه الطلابيه عندنا في الجامعه يعني هي كويسه وكله، بس انا حسيت ان ايسس بالذات هو اللي انا يعني اللي انا محتاجاه فيه، وهي يعني هو ده اللي انا المفروض ان انا ابقى فيه يعني. وقدمت وكده، واول ما اتقابلت يعني حسيت ان هو خلاص يعني ده المناسب. انت اول يعني اول مره كنت تعرفي تسمعي عن النشاط ده، ولا كنت سامع عنه قبل ما تروحي؟ لا انا سمعت، هو اوريدي كان في ناس من صحابي يعني كانوا بيروحوا في الورك شوبس اللي هو كان عمرو لسه بيقول عليها. المفروض الورك شوبس دي بتبتدي من طلاب المدارس من اول مرحله الثانويه. بالنسبه للورك شوبس، لكن اللي هي الاكسبو بيكون اللي هم الناس اللي في جامعه بس وطلاب هندسه. ففي ناس من صحابي كتير كانوا اكسبو ده اللي هو التدريب في المصانع. بالظبط. في ناس من صحابي كتير كانوا هما مثلا حضروا الورك شوبس وكده، وبعد كده اول لما انا دخلت يعني كليه في عين شمس وكده حسيت ان هي لا يعني هما كان اما كانوا بيحكوا لي كان كل الفيدباكس عنهم كويسين. فعشان كده قدمت. طيب احمد قول لي انتوا بتعملوا الموضوع ده ازاي؟ يعني هل بيبقى في تنظيم بينكم مين هيعمل ايه، ولا كلكم كمجموعه بتشتركوا في
في ايفنت مثلا دلوقتي بتاع اكسبو، في ايفنت دلوقتي بتاع كذا، كلكم بتشاركوا فيه مره واحده ولا متقسمين؟ يعني احكي لي ازاي اداره العمل عندكم. لا هو احنا بنبقى ستراكشر كامل، بيبقى كل واحد ليه حاجه معينه بيعملها، له دور معين. ليه دور معين. تمام. يعني مثلا لو جينا بصينا للاكسبو، الاول بيبقى فيه حاجه اسمها اف ارز عندنا او فاندريزر ممبر، دول بيروحوا اصلا يتكلموا مع الشركات ويعملوا معاها ديل بحيث انها اصلا يعني تنزل معانا. طبعا مسؤولين عن تمويل الايه، هم مسؤولين عن تمويل الايفنت. لا الفاندريزر هم بيروحوا يتفقوا مع الشركات تيجي معانا. اوكي تمام. تمام. بعد كده بتنزل بقى الشركات، بعد ما بتنزل احنا بقى بننزل كبي ارز نقول للناس دلوقتي احنا عندنا شركات كذا وكذا وكذا، بنبدا نعلن. والايفنت بقى بيبقى ليه تجهيزات بيعملها ممبرز تانيين اللي هم بتوع الادفيرتايزنج مثلا، يجهزوا لنا حاجات واللوجيستكس. اللوجيستكس انا عايزه بس اتكلم عربي شويه عشان في ناس ممكن تتفرج علينا. ماشي. دراستهم عربيه. ادفيرتايزنج دول اللي هم بتوع الاعلان الدعايه. دول زي بيعملوا لنا اللي هو التصاميم بقى بتاعتنا، اللوجوز بتاعتنا والحاجات دي. بعد كده بيبقى فيه اللي هم اللوجيستكس او اللوجيستيك مش عارف بصراحه، الحاجات الاداريه. دي بقى اللي هي مثلا التيشيرتات اللي احنا بنلبسها، البوث، في بنطبع حاجه اسمها فلايرز. فلايرز دي زي مطبوعات كده بيبقى مكتوب بقى عليها الشركات اللي احنا نازلين معاها والسبونسرز والحاجات دي كلها. بتاخد الشغل ده كله بياخد وقت قد ايه تقريبا؟ ده احنا بنبدا فيه من يعني من شهر 9 او من شهر 8، ويبقى الايفنت في شهر 11. والايفنت في شهر 11. وورك شوبس بنبدا نجهز له بعد يعني بعد اكسبو بشويه بسيطه، يعني بشهر ولا حاجه. في شهر 2 هو بينزل في شهر 2، وورك شوبس بنجهز له بقى هو عشان ينزل في شهر 2. وامتحانات نص السنه امتى؟ امتحانات السنه بتبقى في شهر 1. يعني بس بشوف بتذاكروا امتى عشان المساله دي ساعات بتشغلني جامد. طيب نادين، انت كليه تجاره. هل انتوا الاكسبو ده بتشاركوا فيه برضو كليه التجاره ولا هو خاص بهندسه بس؟ لا اكسبو اللي هو التدريب في المصانع. اوكي. لا يعني هو الناس اللي بتنزل تتمرن في الشركات بيكونوا هندسه. بس يعني ان احنا نشتغل على المشروع ده ان هو يعني يتحقق، فكلنا بنبقى مع بعض. يعني انتوا بتشتغلوا على مشروع هيستفاد منه طلبه كليه هندسه. بالظبط. صح كده؟ طيب ايه اللي خلاكي تروحي تشاركي في، انت في سنه كام؟ انا في ثانيه. ايه اللي خلاكي تروحي تشاركي في النشاط ده؟ هو انا يعني اعرف ايسز من وانا في ثانيه ثانوي. ايسز ده اسم المجموعه، اسم اسم النشاط الطلابي بتاعنا. اوكي. فكان يعني حد اعرفه كان خد الورش فيه. هو احنا يعني الورك شوبس دي بتبقى لطلبه المدارس والكليه وكل الكليات، يعني مش هندسه بس. فحد كان يعني راح هناك وقال انه استفاد قوي، فانا رحت. فانا عارفه ايسز من وانا في المدرسه يعني، رحت وفي اولى جامعه برضو رحت خدت ورشه هناك. فانا كنت يعني عارفاها، فيعني لقيت اللي انا بستفاد من الورش اللي انا كنت بروحها، فقلت بقى اللي انا يعني ابقى ممبر واللي انا يعني ابقى موجوده طول السنه، مش ان انا انزل في بروجكت واحد بس واللي انا اشتغل عليهم. انتوا بتشاركوا، يعني عايزه اقول ايه، انتوا بتنظموا اوكي، وبتشاركوا كمان انكم تستفيدوا من الحاجات دي، ولا انتوا يعني المنظمين بره انهم يستفيدوا من انه يدخل تريننج او يدخل ورش عمل او كده؟ لينا السماحيه هنقدم برضو ونحاول نستفاد، بس احنا الفكره المبدئيه ان احنا بنقشر للناس، احنا بنحاول نجيب الناس الاول. وبعد كده لو كده نقدر نقدم زيهم وناخد نفس الفيزز بتاعتهم زي كاننا بنقدم من بره. فهي يعني احنا بنساعد الناس، وفي نفس الوقت لو في حد عندنا عايز يستفاد من الحاجه دي بيقدم فيها وبياخد نفس الفيزز بتاعت الطلاب. انت قدمت فيها يعني استفدت من حاجه؟ ان شاء الله ناوي اقدم ان شاء الله، وما تنزل الاسبوع الجاي هقدم معاهم في التدريبات. ايه اهميه، والسؤال ده ليكم كلكم يعني، استنى الاجابه منكم كلكم، ايه اهميه النشاط الطلابي؟ يعني فكره انه طالب في الكليه بيدرس بيذاكر وبيحضر محاضرات وعنده مشاريع تخرج يعني انت اكيد عندك مشروع تخرج ويعني واخد وقتك ووقت الجيران كمان اكيد يعني. فانا عايز اعرف ايه اهميه انك تبقى كمان بتشارك في نشاط طلابي؟ اولا انا بالنسبه لي لما باجي مثلا لو نوينا يعني ان شاء الله اقدم على شغل بعد ما اتخرج ان شاء الله، بيفرق معاك اللي هو انت حاولت تساعد في نفسك او تطور من نفسك ايا كان بقى، حاولت تطور من نفسك بقى كبرزنتيشن سكيلز، تطور من نفسك في حاجات شخصيه اكتر، فبيعرف ان انت بتحاول بتشتغل كمان على نفسك، مش مجرد مشروع تخرج وكليه وبس. لا انت بتحاول تطور من نفسك وبتحاول تنزل في اكتر من حاجه. وبتحاول تنظم وقتك، ما بيلاقيك تنزل في اكتر من حاجه وبتنظم وقتك كويس وبتنجح في دي وفي دي ودي، يبقى ليك يعني تبقى ادفانسد او حاجه مميز بالنسبه لهم. فده اللي احنا بحاول اعمله عن نفسي، بحاول نعمله لان انا اقدر اعمل حاجه زي كده، انك بتطور مهاراتك الشخصيه. بالظبط.
من خلال نشاط الطلاب. خلال نشاط الطلاب طبعا بيبقى تيم وورك اكتر وبتتعامل مع ناس اكتر وكده فبيبقى احسن لك بكتير. انت بتشارك في انه مجال في التنظيم يعني؟ بي ار بابليك ريليشن العلاقات العامه. تمام. طيب ايه لما بدور على الاسم قولي لي انت برضو يعني ايه اهميه النشاط الطلابي شايفاه ازاي؟ هو انا شايفاه في حاجتين واسس بالذات يعني ان سبيسيفيك شايفاه في حاجتين. ان هو اول حاجه الشركات اصلا الناس لما بتيجي تروح تتمرن معاهم هم بيكتبوا ده في السي في بتاعهم وبعد كده الشركات بتديهم شهاده يعني اخر التريننج ان هم خلاص نزلوا التمرين معاهم. وبعد كده ساعات بعد ما التخرج يعني اما الناس بتروح تقدم على شغل بيكون الاولويه للناس اللي خدوا معاهم تريننج ان هم بيكونوا عارفين كل حاجه عن الشركه. بس انا مثلا بالنسبه لي عشان انا كمان اعدادي وكده الموضوع يعني انا حسيت بصراحه ان انا بستفيد قوي في يعني في السيشنز مثلا اللي احنا بنحضرها والميتنجز والحاجات دي كلها من اول يوم حضرت لحد دلوقتي كان الموضوع مفيد جدا بالنسبه لي. وبلس ان هم انتوا السيشنز او ورش العمل بتبقى عن ايه يعني عن تخصصاتكم في احنا متقسمين كذا كاتيجوري زي ما كان احمد قال يعني في اف ار مثلا وبي ار كل واحد بيكون ليه الشغل بتاعه. احنا في الاول ميتنجز بيعرفونا مثلا التاسك اللي احنا هنعمله ايه يعني زي مثلا الهدف او بالظبط. وبعد كده مثلا بنقعد الاسبوع بنشتغل عليه وبعد كده الميتنج اللي بعديه بيبقى فيه تاسك جديد. كل مره مثلا بيعلمونا حاجه يعني في مثلا برزنتيشن سكيلز كل الحاجات دي اللي هي بتفيد اصلا قدام يعني بتبقى مفيده جدا. بس وطبعا هي بتبقى حتى في يعني كاجتماعيا يعني هي طبعا بتبقى حلوه جدا ان احنا مثلا نبقى في ستيون يعني في نشاط طلابي في الجامعه يعني. بس وانت يا والله انا شايف يعني الموضوع بيساعدني اكتر ان انا اقدر انظم من وقتي. حته الاجتماعيه زي ما قالت فعلا الواحد بيعرف ناس كتير جدا في الفتره اللي هو بيبقى فيها الستودنت اكتيفيتي بتنمي عندنا حته ان احنا نحب نساعد الناس اساسا لان يعني احنا الحاجات اللي بنقدمها كلها بتبقى للناس ومش بناخد عليها اي مقابل فدي بتطور عندنا الحته دي. بس يعني دي اهم الحاجات فكره يعني. التطوع هي فكره التطوع ده. وبعد كده الكلام ده اكيد هيفيدني انا بقى مستقبلا بقى في سي في مثلا لو نزلت تدريب او حاجه دي هتبقى حاجه مفيده جدا ليا. ولما هنزل شركه مثلا تبع اكسبو انا هعرف ناس في الشركات ودي لما اجي اتخرج ممكن حد ادخل مثلا ريكومنديشن او حاجه تبع حد جوه كده يعني حاجات زي كده. وانت نادي هي اول حاجه اللي انا كنت يعني عايزه حاجه اقلل من ضغط المذاكره والكليه يعني مش عايزه يعني دايما يكون مذاكره وكليه فكانت بالنسبه لي حاجه اللي انا كنت يعني بطلع كل الضغط في يعني في الستودنت اكتيفيتي دي اول حاجه. تاني حاجه برضو انه يعني بسم الله الرحمن الرحيم بتطور مهاراتك انت معلش بصي ايوه ما هي الكاميرا يعني الكاميرا ياما ناس بتقعد قدامها خلاص ما تنطقش واحنا بنتعود برضو ان احنا نتعامل مع ناس يعني مش في الكليه بس لا يعني مثلا اف ار بيتعاملوا مع شركات بيروحوا شركات وكده احنا بنتعامل مع ميديا سبونسرز برضو كل واحد برضو لوجيستكس دول بيكونوا مسؤولين ان هم يشتروا اي حاجه احنا بنحتاجها الاوتفيتس بتاعنا فبنتعامل مع ناس بره فدي بتخلينا يعني ما نكونش دايما في الكليه بس لا احنا بنتعامل مع ناس بره يعني علشان لما نيجي نتخرج نكون متعودين على ده. الفكرة الحقيقة يعني عايزة أقول حاجة لاحظتها من اللقاءات اللي بنعملها مع الشباب اللي زيكم إنه اللي هم بيبقى عندهم يعني بيعملوا أنشطة طلابية كتير وكده أنتوا الحقيقة بيبقى عندكم حاجة كمان يمكن أنتوا ما بتلاحظوهاش بس أنا عشان أنا بشتغل الشغلانة دي بقى لي شوية حلوين فبلاحظها. بيبقى عندكم كاريزما عندكم كل واحد فيكم عارف يعبر عن نفسه عارف عنده حضور عارفين الكلمة دي فاهمينها يعني انت قدام الكاميرا شايفاك كاميرا لقطاك مش انه شخص ما عندوش الكاريزما ما عندوش مش عارف يبان. من اللقاءات اللي عملتها مع الطلبة اللي بيشتغلوا في الأنشطة الطلابية الحقيقة اعتقد انه ده من تكرار ظهوركم على الستيج بتكلموا الناس كتير بتتعاملوا مع نوعيات مختلفة من الناس فبالتالي بيبقى عندك الحضور ده يعني برضو دي حاجة على فكرة بس حبيت أقولها لكم يعني عشان تبقوا عارفين ان عندكم حتى لو انتم مش شايفين. طيب خليني أسأل بقى انتم بتتعاملوا مع بعض ازاي يعني النهاردة انت عمرو صح عمرو انت أكبر واحد فيهم تمام هل ده بيحطك في مكان اعلى في القياده يعني بتبقى انت قائد مثلا لآية ولا انتوا بتتعاملوا مع بعض كطلبه وزمايل كزمايل
كزمان مع بعض خالص ومفيش يعني مفيش ما بيننا اللي هو الحياتين اكبر او اصغر، لا احنا مع بعض صحاب وكده، والشغل ما بيننا بناخد تاسك لو هنساعد بعض كتيم بنسال بعض. انا ممكن اكون ما عنديش فكره معينه، هي عندها فكره جديده احسن فاسمع منها ونسمع من بعض، ما فيش خالص حته السن. بيطور مساله التيم وورك طبعا. طبعا. ممكن تبقوا بتقعدوا مع بعض فتره قد ايه في اليوم عشان تنظموا حاجه؟ يعني عايزه اشوف كمان الصداقه اللي بينكم بتتطور ازاي. لا احنا ممكن نقعد يعني كل الوقت عادي، بس هي القصه ان هي مثلا ايه الميتنج ده اللي بيبقى لازم كلنا بنبقى حاضرين تمام. ده ممكن يقعد مثلا من خلال من ساعتين لاربعه مثلا، ده ماكسيمم يعني يوصل اللي هو الاربع ساعات يوم ما يبقى التاسك مثلا كبير. يعني احنا عشان بنجهز مثلا الاكسبو دلوقتي فعشان كده بنقعد كتير. لكن احنا اصلا لما بيكون عندنا تاسك عادي ممكن نتجمع في اي وقت، وخصوصا احنا معظمنا يعني في كليه واحده، فيبقى سهل قوي ان احنا مثلا نقابل بعض بقى في اي حته مثلا في الجابس او حاجه ما بين المحاضرات وكده. فلا ممكن نقعد اي وقت. الشركات اللي بتتعاملوا معاها عشان تقنعوهم انهم يبقوا يعني سبونسرز او يعني يبقوا من ضمن الناس اللي بترعى هذا الحدث، يعني بيتعاملوا ازاي مع المساله؟ يعني في الناس بتتقبل الفكره ولا الناس تقول لك يعني انا لسه هجيب طلبه وادربهم؟ لا هو الشركات عادي بتتقبل الفكره، خاصه اصلا ان احنا لما مثلا بنروح نكلم شركه هي الشركه نفسها عايزه تبقى معروفه في وسط المهندسين علشان بعد كده تبقى تاخد منهم، فهي اصلا الشركه بتبقى مرحبه بالفكره دي. بس يعني مش بيبقى عندهم اي مشاكل في الحكايه دي. طيب نادين انت بتتعاملي يعني معظم اللي بتتعاملي معاهم طلبه هندسه، ما بيبقاش في مشكله في الموضوع ده ان هم مش معاكي في الكليه او انه طريقه تفكيرهم مختلفه شويه؟ لا بالعكس، يعني هو يعني اصل احنا كلنا شغالين على هدف واحد، فاحنا تقريبا بنكون بنتكلم على الشغل او كده او اي حاجه بره يعني بره الدراسه. يعني مش بتفرق قوي ان انا هندسه او تجاره، يعني بالعكس ممكن نقعد نحكي لبعض. في كليات تاني غير هندسه وتجاره؟ هو الاغلب هندسه وفي تجاره، معانا ناس في تربيه، يعني معانا ناس كتير. طيب خلينا نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنكمل كلامنا مع الشباب.